وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد مازلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام أرض جماعة الخير هنتكلم عن تفسير حلم أن زوجي تزوج علي وأنا غضبانة في المنام. الزوجة التي ترى في منامها بأن زوجها يتزوج عليها في المنام وهي مقهورة أو غضبانة أو زعلانة. هذه الرؤية قد تدل على حصولها على الكثير من المال هي وزوجها في الفترة القادمة أو ربما تدل على زوال بعض المشاكل أو الاضطرابات بينها وبين زوجها. ولذلك أنا دايماً أقول لكم يا جماعة الخير وبالذات المرأة المتزوجة. أه ما تحكميش على الرؤى أه كأنها واقع. زوج تزوج عليك إيه ده في الحقيقة خيانة والحكاية والرواية وهتطلق و إلى آخره ما علينا من الموضوع ده. ما الكلام ده على المنامات، المنامات حاجة تانية خالص. طبعا قضية لما أقول منامات اللي هي الرؤية يعني. طبعا اللغه الدرجه هو الاصل ان احنا نقول الرؤيا وان الحلم من الشيطان احنا مش قاعدين في فصل يعني اللغه الدرجه حلم زي منام بصفه عامه لكن لما نيجي عند تخصص لا لازم نخصص بقى فانا عايز اقول ان المراه المتزوجه لما تشوف الرؤى دي ما تنزعجش الا في شرط اهو الا بشرط ان يكون هناك امور في الواقع انت شك فيها هنا بقى الموضوع هيختلف لكن بصفه عامه مفيش حاجه ما شفتيش على زوجك حاجه شفتيه بيتزوج عليك هو محموده جدا تدل على زوال المشاكل والهموم التي بينكم تدل على السعاده الزوجيه تدل على انه يحبك جدا يا اخواننا والله العظيم اسمعوا الكلام ده عشان ترتاح وما تسمعوش للناس اللي ما حاجه في في تفسير الرؤى وبتزعج الناس للاسف الشديد الحاجه الثالثه رزق قادم ومال قادم ل آه زوجك ولكي انت كمان ان شاء الله تبارك وتعالى. والراجل الذي يرى ان هو في آه المنام يتزوج على زوجته يعني الزوج هو بقى اللي شاف الرؤيه دي. هذه الرؤيه تدل على تحقيق طموحاته واهدافه وحصوله على ما يتمنى باذن الله تبارك وتعالى. لا ده العجيب عندما ترى المراه بان زوجها قد تزوج عليها في المنام اشاره الى انتقالهم الى بيت جديد. في في اكثر من كده جمال سبحان الله العظيم. الجميل ان رؤيه زواج الزوج في المنام بالنسبه للمراه احيانا تدل على زواج احد ابنائها اذا كان في سن الزواج. يعني عندي مثلا ابني 23 سنه 25 سنه 30 سنه او بنتي نفس الطريقه وما اتجوزتش واشوف ان زوجي بيتزوج عليا في المنام ربما تدل هذه الرؤيه على زواج احد ابنائي. لاحظوا ان انا ما ذكرتش ولا رؤيه مزمومه لزواج الزوج على زوجته في المنام. كلها محموده الفيديوهات دي احتفظوا بيها هتنفعكم وهتريحكم ما تروحوش للناس اللي ما بيفهموش حاجه بتفسير الاحلام ومع شديد الاسف ويزعوج الناس ويشككوا الناس في بعضها ويقول لها لا دوري ده ممكن يكون تفسير الاحلام علم يا جماعه مش كتاب قريته ولا جبت لي شويه احلام من على جوجل يبقى كده بقيت مفسر احلام لا زواج الزوج رؤيه محموده جدا للمراه المتزوجه في المنام تابعونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته